لو كنت موسيقي فانت اكبر العازفين، ولو كنت نحات انت احلى الرسامين، ولو كنت مهندس انت اعرق المهندسين، وانت لانك لاعب انت السيد اللاعبين. معناها خليني اشرح لك تاريخ مراد على بدار باختصار كونك ما بتعرفه. مراد على مدار قضى على المافيا بتركيا وإله عمليات بالجبل وبإسرائيل وبأماكن أنت ما بتقدر تخطي خطوة فيها ولا فيك تحلم أنك تفوتها. مراد حارب الجلادين وقدر يضرب عمليات المخابرات الأجنبية بتركيا وكشف الغطاء عن حارب. لو كنت أنت مكانه كان فيك تنجز كل هالإنجازات يلي عملها؟ يا يما Bir de kafamıza bas vurur ama ya.